الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية، تتكون من المعكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم، ويعتبر من الأكلات قليلة الكلفة عالية السعرات الحرارية، تصنف على أنها أكلة الفقراء والناس الغلابة. في يوم ما أراد عامل نظافة مصري أن يشتري وجبة كشري بعد استراحة من العمل، فدخل مطعم كشري التحرير ودفع ثمن طعامه بشكل طبيعي، لكنه تفاجأ بأنهم طلبوا منه الخروج إلى خارج المطعم والانتظار في الشارع حتى تجهيز طلبه. وهذا ما أثار امتعاض واستياء عامل النظافة، إذ ظهر العامل في مقطع فيديو مصور نشره موقع كايرو 24، وكان حينها خارج المطعم وهو في ضيق مما حصل معه. لماذا طرده إلى خارج المطعم؟ هل بسبب ملابسه؟ هل لأنه لا يرتدي ثيابا أنيقة؟ لا أعلم. لنتابع مقطع الفيديو وما الذي حصل. حصل خير بس بلاش خليك معايا كده. انا سالته بتقول له اطلع بره ليه؟ عشان البدله دي شرف لاي حد. طبعا هو قال لي ان انت بتاخد ببلاش، بس انا شايف معاك البون. طبعا انت واخد الاكل بفلوس ولا ببلاش؟ لا طبعا بفلوس. هو الحاجات دي وقتها ب 18 جنيه البون. امال هو بيقول لك اطلع بره ليه؟ انا مش عارف بقى. اساله انت بقى. طيب انت بقى قول له الكلمه دي قدامي. يعني هو مثلا بيستعر من المنزل اللي انت لابسه؟ ده احنا ماشيين زبالتهم، والله العظيم ماشيين زبالتهم. لكن انت دافع فلوس في ده؟ لا دافع عادي الصلصه وادي الحاجات وادي كل حاجه وزي وياك. دافع فيه فلوس يعني؟ ايوه دافع فلوس. الكلمه دي ما تزعلش منها، حقك علينا. لا 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 وانت لا لا لا. انت بتعمل عمل في عمل محترم لا جدا. لا لا لا. وهي مهنه شريفه زي اي مهنه في طبعا. البلد زي اي مهنه شريفه من البلد، ما فيش حد المفترض يسخر منك. لا لا. وما تزعلش. لا لا مش انت مصري شريف، المهم انك انت بتعمل بعرق جبينك. لا ولا زعلان. عايز اشوف ضحكتك بقى الجميله دي. وما تزعلش والله ما زعلان. كل كشري وحلي بقى. ولا زعلان ولا يا حاج. معلش هو تصرف سيء من مدير المطعم بس ما تزعلش. لا صح هو مش محترم. واقول لك الحاجه، كل ما اخش اشتري بره يا رب يقول لي اخرج بره. بيقول لك اخرج بره. يا ربنا يقصر بقى ما يقولها تاني. ماشي ان شاء الله. بالله ربنا يقدرنا عليه. لا ان شاء الله مش هيقول لك تاني. اصل احنا بني ادمين وكلتنا بشر، واي حد بيخش ياخد بفلوس. لا دي البدله دي شرف والله. أثارت واقعة طرد عامل نظافة من مطعم يقدم وجبة الكشري الشعبية في مصر أثارت غضبا واسعا في البلاد. تم التعبير عنه على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم هاشتاج قاطع كشري التحرير، بحسب ما تناقله عدد كبير من المستخدمين لهذه المنصات، وأوردته أيضا وسائل الإعلام المصرية. وعبر نشطاء في مصر عن غضبهم من تصرف إدارة المطعم، وشددوا على تضامنهم مع عامل النظافة، مؤكدين أن مهنته عظيمة ويكسب قوت الحلال بعرق جبينه، ودعوا في المقابل إلى مقاطعة المطعم. أما التعليقات فكانت كثيرة، اخترنا لكم بعض منها. والبداية مع تعليق لحسام أبو آدم. يقول حسام أبو آدم: سبحان الله، تحسبونه شرا لكم وهو خير لكم. عامل النظافة الذي تم طرده وإهانته اليوم من كشري التحرير الواقعة ستغير مجرى حياته للأفضل، وسيجد ما يدعمه في عمل أفضل وتحسين حياته. وسبحان الله، يخلق ظروف وأحداث يراها البشر شر وهي قمة الخير لهم. تعليق من رضا الشربيني يقول: أنت تشرف الدنيا كلها، أنت نموذج للإنسان الشريف المحترم، حقك علينا كلنا من العقليات اللي بقت موجودة في المجتمع. تعليق من عبد الله عمار، أو يقول عبد الله في تعليقه: في ناس عديمة الإنسانية والرحمة والدين، الرجل اللي يشتري طعام ولا يسألك، المفترض اللي يأكل هو ولا أولاده، ممكن أن يدعي عليه المدير أنه أساء الأدب ليبرر في ناس من أمثاله، كثر الله المستعان. هناك أيضا مداخلة من علي، يقول علي النيلي في تعليقه: عشان أنت في مصر، لكن لو أنت في دولة تحترم الإنسان وتقدر قيمته لا يمكن أن يجرؤ أحد على ارتكاب تلك الجريمة. نعم هي جريمة يحاسب عليها القانون، الجميع أمام القانون سواسية كما علمنا الدين، لا تميز في النوع أو الجنس أو الدين، وعليه يجب أن ترد لهذا الفرد كرامته بالقانون. هناك تعليق أيضا من سامي:
أنا عملت في المعمار في فرنسا حوالي 16 عام، ما وجدت منهم كل احترام، لدرجة في أي محل أو مطعم كانوا يقدمون أولاً علشان أنت عندك عمل ودي ساعة الغداء بتاعتك، نفسنا نكون زي الناس دي.